مع كل مناسبة لنا موعد وفي كل استحقاق لهم حضور، أمهات شهداء المقاومة اللبنانية اللواتي أنبتت تضحيتهن حرية وبقاء وصمودا وأملا بلبنان المرتجى. المناسبة هي عيد الميلاد، والاستحقاق هي قصة أم شهيد من شهداء ثورة الأرز، لبل أصغر شهدائها شبل مندفع ترك مجدا وعزا، رفاقا ورفيقات، أخا وأختا وأما، ليكون حيث يكون الشهداء في حضن الآب الأزلي. تحس بشكل تلاقي الفراغ الكبير اللي تاركه، لأنه هو كان على الميلاد يبقى مع شو فرد عشاء، ما يخليني أفرش السجاد قبل ما يعمل الشجرة، يخليني أخذ المساحة اللي بدي أعمل فيها المغارة وأعمل فيها الشجرة وبعدين أعمل اللي بدك إياه. طوني سمير ضو كان شابا مندفعا، مقداما، جريئا وقوي الالتزام. في حياته كلها كان هكذا، كبيرا مع الكبار وصغيرا مع الصغار، وهي موهبة قل وجودها. طيب هلأ طوني مات، مين بده يجيب لنا؟ مين بده يجي بير نويل لعنا؟ يعمل بير نويل للكل. هلا بنت اخته ما قدر عمل لها بير نويل، جاب لها هدية. بيجي اوقات بقف حتى الصبح بحكي لها طوني وينك يا خالو تجي تلعب للبنت. أم الشهيد تسمية تفتخر بها ليندا والدة طوني، لأن للشهيد في المسيحية قيمة كبيرة، فهي لم تلده من جسد فحسب، بل أيضا من قدس أقداس روحها كما كل أم. يا عمي شهيد له مقامه، وأنا بفتخر يقولوا لي أم الشهيد. وهلأ في كتير أشياء بصير فكر فيها، لا أنا ما لازم أعملها، هيدي ابني شهيد لكرامته. كان مذنبا لأنه آمن بقضية جوهرها الشهادة، وسر بقائها الصليب رمز هذه الشهادة. لم يكن مسؤولا ولا زعيما سياسيا، ولم يؤثر يوما في اكتمال نصاب في هذا المجلس أو ذاك. هو كان ناشط بمصلحة الطلاب، يجي أوقات تكونوا عاملين نشاط بالمصلحة قبل ما يطلع الحكيم من الاعتقال، ما يخبرنا، يجي يقولي بس اليوم متفقين نلبس أسود. طيب ليه؟ قال لي هيك. قلت له ليك طوني مرة، هلأ أنت رايح وما عم تقلي شو عم تعمل، بس صدقني إذا لحقوا لمسكوك مثل ما كانوا يمسكوا الشباب ما رح روح أعمل لك واسطة وطلعة، خليك تاكل قتل لا تتربى. خليني لروح أبرم عليه بالمستشفيات نهار الحادثة. على الرغم من ذلك لم ترد يوما والدة طوني أن يكون ابنها شهيدا، وهي تشدد على ضرورة معرفة القتلة ولو أن الأمر لن يعيد طوني. بحمل النتيجة، بحمل المسؤولية للأطراف اللي مش مقتنعين بعد أنه لبنان حر. عندي عتب على اللي عم بيحاربوا المحكمة اللي ما بدهم يعرفوا مين اللي قتل الشهداء. لبنان دفع ما يكفي من ضريبة دم لتحقيق الدولة والسيادة والاستقلال، والعمل يجب أن يستمر كي يكون لاستشهاد الشهداء معنى. على أمل الرجاء والالتقاء بابنها تعيش الوالدة، فصحيح أنه انتقل إلى مكان آخر، لكنه سيبقى دائما ملاكها الحارس. أنا كان بكفيني وجوده هو بيكون العيد. إذا عم بيسمعني بقول له اشتقت لهم كتير، ويخلي عينه علينا ويضل هو حرسنا، هو ملك الحرس ويحرسنا، ما في له غير انه اشتهد، ويصلي لنا من عليائه.